يعني هو باختصار شديد لا أحد يريد الأمريكان أن يخرجوا من العراق، وحتى هاي ضربة عين الأسد واللي أدت إلى قرار تأجيل الانسحاب هي ضربة من أجل تأجيل الانسحاب. أوف. هذولا ما يردون الأمريكان يروحون، لأن الأمريكان إذا طلعوا تتغير المعادلة 180 درجة بالعراق، وإحنا ننتظر انسحاب الأمريكان على مو تتغير المعادلة 180 درجة بالعراق. اللي دي يصير هسه في هذا التليفونات والتحركات أي. ومن ضمنها في التليفون راح أذكر كيا بعد قليل، ما أعرف حيصير حصري ولا لا يا الله. من ضمنها هذه الأمور هي التي أدت إلى هذا القرار اللي راح يعني ترتاح لإيران وترتاح للميليشيات، وبالتالي يتأخر التغيير المرتقب على انسحاب التحالف الدولي مال 2014 وبداية حقبة 2024. أوف. يعني لحد الآن احنا هسه في آب 2024، صح، بعد 10 سنوات من آب 2014 اللي تشكل به التحالف الدولي، المفروض ينسحب التحالف الدولي ويشكل تحالف راغبين جديد ومظلة إقليمية، قبة حديدية إقليمية جديدة، وراح تتغير المعادلات في المنطقة. الإيرانيين الموجودين وميليشياتهم ما يردون هاي الفترة تجي، ولذلك تم تأجيل هذه الفقرة. ما يريدون يعني تجي. احنا بقينا في تغيير. فترة آب 2000. نعم، ما يريدون تجي لأن يعرفون أكو تغيير كامل شامل، بس يطلعون التحالف الدولي ويصير علاقة أمريكية عراقية دائمة كانت موجودة قبل التحالف، يعني كانت موجودة قبل التحالف، يعني نفترضها كانت موجودة قبل تفجيرات سامرة، لأن تفجيرات سامرة هي القرار اللي جاب بيكر هاملتون، وبعدين جاء أولبرايت هادلي بموضوع داعش اللي صارت بال 2014، طلعت بال 2016 أولبرايت هادلي. هم يردون يبقون في هذه الفترة التي انسحبت فيها أمريكا وانفتحت على إيران وعلى روسيا، ما يردون يطلعون من عندها. شنو مصلحة إيران الفصال؟ إي لأنه هو هذا قرار بيكر هاملتون، إحنا نريد قرار أولبرايت هادلي يبدأ تنفيذه. ماكو تنفيذ لحد الآن، لأن أولبرايت هادلي يعني مادلين وستيفن هادلي يشتغلون على تحالف دولي من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. هاي راح تصير مرحلة جديدة. هاي المرحلة بعد لحد الآن ما بدت. هاي المرحلة إذا بدت يحشي السيستاني، لازم يتكلم السيستاني، لأن تكلم هناك على فشي اسمه تطوعه، لازم يتكلم على فشي هنا اسمه طهروا الأجهزة الأمنية والقضائية وسلطات الدولة من تسلط فصائل معادية مرتبطة.